مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يكون الطقس مستقرا ومشمسا، أيضا أجواء لطيفة بالنهار لكنها باردة إلى باردة نسبيا ليلا، وباردة أثناء الليل بشكل عام، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. أما الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة، نلاحظ أن هناك كتلة هوائية باردة نسبيا تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، لكن كتلة هوائية معتدلة تؤثر على المناطق الغربية. هذه الوضعية تستمر حتى أيضا مساء يوم الأحد بإذن الله. فالأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة في الرياض أجواء باردة، درجة الحرارة الصورة المتوقعة 10 درجات مئوية، الملموسة 8، الرطوبة النسبية 35%. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في مدينة الرياض، يوم الأحد أجواء باردة نسبيا في النهار إلى لطيفة، ودرجة الحرارة العظمى 20، لكن الأجواء باردة ليلا، درجة الحرارة 12. يوم الاثنين ارتفاع قليل وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، أجواء لطيفة في النهار مع ظهور بعض السحب، أجواء مشمسة مع ظهور بعض السحب، لطيفة بشكل عام، حرارة العظمى 22، أجواء باردة نسبيا أثناء الليل 14 درجة. يوم الثلاثاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها، بحيث تصبح الأجواء معتدلة في النهار ومشمسة، والحرارة العظمى ستسجل بحدود 26 درجة مئوية في الرياض، والأجواء لطيفة ليلا وتسجل الحرارة الصغرى بحدود 18 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية، أجواء لطيفة في النهار ولكنها باردة ليلا، سكاك 20-8، تبوك 23-11، عرعر 19 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الغربية أجواء معتدلة نهارا، لطيفة ليلا، المدينة المنورة 29 العظمى والصغرى 17، جدة 30-22، مكة 32-21، والطائف 24-13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، الباحة 22-14، أبها 22-11، إذن مشمسة في النهار ولطيفة لكنها باردة نسبيا ليلا، جازان معتدلة إلى لطيفة بوجه عام مع ظهور بعض السحب، 27-25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء لطيفة أثناء النهار لكنها باردة نسبيا ليلا، حفر الباطن 17-7، الدمام 21-12، والإحساء 20-12 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض، أجواء لطيفة في النهار، باردة نسبيا إلى باردة ليلا، حائل 19-9، بريدة 18-10، والرياض 20-12 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، نترككم في أمان الله وإلى اللقاء.